اليوم فقرتنا مع الشغل اليدوي اللي فيه من روح سيدة رسامة وفنانة تشكيلية استثمرت موهبتها بالرسم لتأسس الشغل وتشتغل بالصنارة شنط، وكثير من الأمور اللي بتحتاجها السيدة بطريقة مميزة. السيدة شدا سمعول، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نبلش ببدايتك مع الفن التشكيلي، كيف بلشتي وقديش لك وشو بيعني لك الفن التشكيلي؟ هلا بالبدايه في موهبه طبعا. تمام. انا خريجه معهد فنون تطبيقيه اختصاص نحت، تخرجت بس ما صح لي اشتغل بالنحت باعتبار بتعرفي النحت بده مكان لحتى تشتغلي فيه. نعم. اشتغلت بقصص الاطفال كبدايه لإلي، رسومات الأطفال وكتب تعليمية، اشتغلت فترة منيحة كتير فيه. تزوجت وسافرت وهنيك تابعت برسم قصص الأطفال برا صحلي، شارك بالمعارض السنوية اللي كانت تصير، فكنت شارك بلوحات زيتي وأكريليك بالإضافة كمان كنت متابعة بقصص الكرتون والكتب التعليمية. الهاند ميد بلشت كروشيه من تقريبا 6 سنين بلشت فيه، بعد تعرفي وحدة و... أكيد أي. يعني دائما الطموح هو وبيعطي طبعا دافع للشخص لا يستمر بأي عمل. تمام. بلشت بلوحات تمام. أطفال وهلأ حاليا بالصنارة بأشكال جميلة. عم نشوف قدامنا نماذج سمر، يمكن هي كمان بتخص الأطفال. خلينا نشوفهم. خلينا نحكي مثلا مثل هاي الشنطة مثلا قديش بتستغرق معك وقت، وخلينا نحكي كيف اخترتي الألوان وشو قديش أخذت هي معك وقت وكيف اجتك الفكرة؟ هلا باعتبار أنا برسم، تنسيق الألوان صارت شغلة كتير سهلة. بحب الألوان الغريبة، بحس إنه في شغلات كتير مثلا الناس مو متوقعتها ألوان تلبق مع بعضها بستعمليها، مثلا شوفي الاورانج والاصفر والنهدي كثير طالعين حلوين مع بعض. هلا هي كوقت ما يعني اذا قعدت عليها قعده واحده ما بتاخذ اكثر من يومين. تمام. عرفتي كيف؟ حتى مع اللعبه اللي معها، لانه هذا الخيط بيساعد يعني. كمان ايضا في قصص لازم نحن نضوي عليها غير الشناتي، في البورتوكليات. ايوه كمان خلي وحده معك مشان نحن نشوفها. هي دي اللي بحبوا الشحنه. اي هي تعليقه سياره. هي تعليقه سياره وايضا هي كمان سياره صغيره، يعني مو بس للبنات، للشباب كمان. ايضا اي تمام. عن جد فكره كثير مميزه يا شذا. يعني وبتضل بتنغسل؟ ايه طبعا. حلو كثير انه هي يعني ما خيط قطن بينغسل. بتبقى يعني اكيد. هي اسمك هون بالخشب، ما بعرف اذا الكاميرا عم تاخذها. ايضا حاطه بصمه لك. شي شكرا شيء. اكيد يعني شغل كثير حلو. اكيد شغل كثير حلو. خلينا نحكي كمان عن هي اللعبه الحلوه كثير. هلا خلينا نحكي كيف هيك كمان خطر على بالك. هي تصميمها ملفت، ملفت للنظر يعني. فانا اول شيء حملته يعني وحبيت نحكي عنها بشكل كبير، وبدي احكي بموضوع ثاني كيف انت ممكن تسوي لشغلك. هلا اول شيء هي بنتي، هي كثير بتشبهها يعني، وانا بحب الالعاب ما بحب اقلد. هلا شو اسمها بنتي؟ روز. روز بنوجه لك تحيه يا روز، كثير لفتي لي نظري لانه شكلك عن جد حلوه كثير. تسلم يا رب. هلا بنتك سويتها ما بتشبه الالعاب اللي بنشوفهم عاده. طبعًا. شفتي هلا العيون بتحسيها كلهم مثل بعض، كله نفس الشيء. انا بحب يكون في شيء هيك مميز يعني. اكيد. كيف عم تقدري تسوقي لشغلك؟ شو هي بصمتك المميزه بعالم الفن برايك؟ هلا التسويق بتعرفي هلا السوشيال ميديا هو اهم شيء. عندي جروب ساعدني كثير بالنشر، وعندي صفحه على الانستغرام ساعدتني برا وهون. طبعا بتشكر جروب هاند ميد وذ صبايا، يعني خلاني اتعرف كمان، يعني انا الناس عرفوا شغلي وانا تعرفت على الناس ما كنت متخيلة أبداً الإبداع الموجود عنا هون، يعني فعلاً بتشكرهم أنا. أكيد. شذا أيضاً في شيء مميز اللي هو مثل حوض صغير فيه تراب وطالع منه شيء أخضر، طبعاً هي بالصنارة مشغولة، فيك تقوليها أيضاً نورجيها للعالم اللي بتحب تصمد هيك شغلات. أي. بالبيت ممكن على الطاولة، حلوة كتير بتعطي طاقة إيجابية. أي.
باعتبار بتعرفي في كتير نباتات ما بتعيش جوا اذا سكرتي عنه هيك، فهي بتعطيكي الشكل حلو ومميز هيك. كيف بتعطيكي انه في نفس، لانه انا بحب، انا بحب هيك، وعندي بالمرسم شوي الاضاءه مو قويه تمام. بس بحب العرق الاخضر وما بينبت جوا، فبلشت صبار و اكيد. مدام شذا بدي ارجع نحن لجروب هاند ميد صبايا يلي قدرنا نتواصل مع حضرتك عن طريقه. خلينا نحكي عن اهميه الجروب بهالوقت، خلينا نحكي قديش عم بيعرفنا على مهارات وابداع السيدات السوريات والصبايا، وعم نشوف قصص كثير مميزه. بدي وجه اصلا تحيه لكل الصبايا اللي موجودين بهاند ميد صبايا. خلينا نحكي عن هذا الموضوع المهم كثير اليوم. هلا هو الفكره انه هو بيساعدك لحتى تعرفي يعني تنشري شغلك بالمكان الصح. تمام. عرفتي يعني انا ما بروح بنشر بكروب مثلا يعني بخص الطبخ او بخص الطبي او اي شيء. يعني هو انعمل وفكره كثير حلوه، الناس اللي ما بتعرف تسوق يعني، في انا شفت كثير ناس ما بتعرف تسوق اول مره صحيح. يمكن عم تعرض شغلها، فانا تعرفت عليهم الصراحه وصرنا رفقات دغري من وراء الجروب، وهن كمان عرفوني يعني صرنا شيء انا بشتغله شيء هن ما بيشتغلوا، صرنا ناخذ اراء بعض، انت من وين بتجيبي هي، من وين بتعملي هي، يعني اتاح فرصه كثير حلوه للتسويق ولتطوير المهارات. حلو. يعني دائما نحن يعني هذا الشغل بيعني لنا كونه للسيدات كثير صار مصدر رزق لهم، ومشاريع صغيره بلشوا فيها لتكبر اكثر واكثر. كان هي شغل منزلي ولكن بيتطلب من روحه للشخص ويعطي من جواته، اكيد بيتطلب وقت، بيتطلب جهد، بيتطلب شيء على حساب شيء. خبرينا كيف بتنظمي وقتك كامراه متزوجه، عندك عائله، عندك مسؤوليات، طبخ وهالقصص، واخر شيء بدنا نشتغل هدول. هلا اكيد الوقت كثير متحكم فيني. هلا انا اتجهت اكثر شيء للكروشيه بعيدا عن اللوحات والرسم، لانه صار في ولاد، صار بدك تقعدي ترسمي، بدك تفردي الوان، بدك ترجعي تضبي، اجى الولد اخذ الريشه رسم، فالكروشيه اسهل يعني. بتقدري تشتغلي احيانا هن موجودين الاولاد، ما بياثر. بتقدري مثلا عم تطبخي طبخه تركتيها شوي رحتي اشتغلتي لك لفتين ثلاثه ورجعتي، شغله اسهل الكروشيه. بس اغلب الوقت طبعا بدي انطر ليناموا الاولاد لاقعد اقدر اشتغل، لانه شوي صعب يعني. اكيد. عرفتي كيف؟ فبس الحمد لله يعني انا الله موفقني، عندي زوجي يعني بدعمني كثير منيح، احيانا يعني بكون عم اشتغل بياخذهم عني. عرفتي كيف؟ فيعني الصراحه يعني الجو عندي محظوظه كثير، الحمد يعني الحمد مهيأ لله. كثير للشغل الحمد لله. اكيد الدعم كثير حلو، يعني الدعم النفسي كثير حلو بقوي السيده اكثر واكثر. خلينا نحكي من خلال مسيرتك، شو قدرتي تحققي؟ شو البصمه اللي عملتيها بعالم الفن؟ هلا اول شيء انا حققت الرضا لنفسي، يعني انا كثير مثل اي صبيه انت بتحبي مثلا، انا كثير ذوقي صعب شوي، فبحب البس شيء مميز ما حدا لابسه مثلي، اكيد كل الصبايا هيك. فبعمل شغلات يعني ما كثير يعني ما كثير مطروحه. قصص الاطفال ساعدتني كثير بهدول، بخصوص هدول الالعاب، انه ما بنقول انه انا برسم دائما بده يكون بدك تبتكري شخصيه، بدك تبدعي شخصيه. قادرة يعني بسهولة اني افكر بالشخصية واعملها، وبما انه بنحط بتخيلها، عرفتي كيف؟ فكله بيودي لبعض، فكتير هذا الموضوع سهل علي انه بتخيل شو بدي اعمل الشخصية. ما بنقلها يعني، من راسي بعملها بتتخيلها وبتعمليها، بتخيلها دغري بحسها قدامي ودغري بعملها. بالختام كلمة أخيرة لكل جروب هاند ميد صبايا، شو بتحبي تخبريهم؟ بدي أقول لهم شكرا كثير لهم، ويضلوا يعني بنفس الحماس. ايه بنفس الحماس، يعني ما صح رح تواجههم صعوبات كثير. بتعرفي في ناس لانه بتحب الهاند ميد، في ناس ما بتستغلي شوي، عرفتي كيف؟ هي القصص هي كثير بنعاني منها. ايه بس بدي اقول لهم انه المهم انه هن ينبسطوا بكل قطعه عم يعملوها ويفرحوا صحيح. فيها بالنهايه هذا هو الانجاز. يعني انت اذا ما حبيت الشيء اللي عم تعمليه ما حدا حيحب لك اياه. صحيح. مرسيكي. يعني بدنا نتشكرك شذا. انا بدي اتشكركم كثير. اهلا وسهلا، بدنا نتمنى لك التوفيق بمجالك، تضلي دائما على هذا القدر من الابداع، تقدري تعطي اكثر واكثر، وان شاء الله هيك كل صبيه او سيده حابه ايضا تشتغل هذا الشغل، ما في يعني نعمل دورات هيك تدريبيه لهم، ونأهلهم لمشاريع صغيره. طبعا. اهلا وسهلا.